اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دن میں کم از کم 313 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں، یعنی یہ درشتی پڑھ لیا کریں، اور اگر 313 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر غیبی مدد اتارے گا. درود شریف کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم.